ان شاء الله نوعد ما نكون على حسن الظن ديالهم كما كتعرف انا الجمهور ديال مدينه سلا دائما كيحتل الرتبه الاولى في موازين جميع النسخات كتكون دائما 270000 260000 250000 كنقول لهم الله يخليكم لينا وراه بلا بكم حنا ما كنسواو حتى شي حاجه وانا حصل لي شرف حصل لي شرف عين طق الاسم ديالي حصل لي شرف وانا اللي قبل عليا هو انا ماشي قا... انا قابل ماشي قابل شي حاجه اكثر من قابل لان سعد صغير انسان الله يعمرها دار وقلب طيب ودار كبيره ويعني تلاقينا مع ميه مره ميه مي مي جوج انسان متواضع بزاف و يعني كتلقاه كتحس به قريب لك دائما قريب لك، ماشي ما كنبغيش نطيح في شي هكا هكا كتعرف دابا ولات اي حاجه كت... يا اما تصوفيك يا اما انا بغن... كنبغي نبقى غادي جنب الحيط، الناس كتبغيني باغاني الغناء ما باغانيش انني نتكلم نقول لهم شنو كاين ولا ما شنو كاين، الناس باغاني غني ما خصنيش ندخل في شي حوايج اللي بعض المرات الصراحه كتولي وقاحه بعض المرات، ما زال ما زال كنشاركوا مع فريق الفنانين اللي من هذا المنبر في سعيد موسكير، مصطفى بورغون، سعد سولي طريق خالدي ابراهيم أخميس كاع الدراري كاملين كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر هذا والرساله اللي غنوجه للجمهور ديالي كنقول لهم شكرا لكم على الدعم شكرا على المسانده شكرا على كل ما كتعملوا على قبلنا شكرا حتى الناس اللي كيبغيونا شكرا اللي ما كيبغيوناش تما كنقول لهم راحنا حنا تنموتوا عليكم وان شاء الله نكون دائما على حسن الظن ديالكم تحياتي